في الحقيقة الحياة ما هي إلا اختيار وقرار، لأن نظرتنا للأمور بتلعب دور كبير جدا في مسار حياتنا بشكل عام. وهنا بيجي فن الاختيار ما بين المتعدد بيكون مطروح أمامنا في عدد من الأمور الحياتية تحديدا، سواء كان شغل، سواء كان مقبل على ترقية جديدة، وظيفة جديدة، وغيرها من الأمور الحياتية. وهنا بيجي سؤالنا لحضراتكم، هل بتسمعوا آراء الناس في القرارات اللي بتاخدوها في حياتكم وليه؟ سواء كان أو لا، لكن الأول أعرف رأي جمانة. والله يا أحمد، ما باخدش قرارات أصلا. إيه؟ ما باخدش قرارات. يعني هقولك على حاجة، طبعا إنما أمركم شورى بينكم، يعني لطيف صح. إنه يبقى في حياتك بعض الأشخاص اللي أنت ممكن تكون حابب تسمع رأيهم أو تعتمد على خبراتهم أو تكون بتثق فيهم، لكن في الأول وفي الآخر إحنا تجاربنا مختلفة. صحيح. خلفياتنا مختلفة، شخصياتنا مختلفة، يمكن الحاجات اللي حتى نقدر نحتملها أو لا نحتملها مختلفة. حلو إن أنا طاقة البشر مختلفة بالزبط. من الشخص الآخر بالظبط كده، فأنا ممكن أخد رأي أحمد، ممكن أخد رأي سين أو صاد، ولكن لازم برضو يكون عندي عقل إن أنا أولا أوزن الأمور. القرار ده ينفعني او ما ينفعنيش، اقدر اعمله او ما اقدرش اعمله. مش لازم دايما يكون في اجنده خفيه وسوء نيه ومؤامرات، لا مش لازم، بس في نفس الوقت كمان ما بقاش ودانيه، يعني عندي القدره ان انا اسمع اراء الناس وان انا اقدر اقيمها، اعرف ايه يناسبني او لا بالظبط، من غير ما اكون ودانيه، من غير ما يكون اراء الناس عامه بتؤثر عليا وتخليني مش عارفه او لا انا هعمل كده عشان الناس هتقول عليا ايه، ولازم اسمع اراء الناس. لانه انا بشوف انه مؤخرا، حتى بما ان احنا دايما بنتابع مواقع التواصل الاجتماعي، السوشيال ميديا بشكل عام، انا مش متفق معاك يا جمانة، او غير متفق في فكره الامر شورى بينكم. الامر شورى بيننا لكن مش في كل الامور. ليه؟ استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، ان كل ذي نعمه محسود. ففكره ان انا لازم برضو يبقى عندي نوع من انواع الخصوصيه شويه، ولا ما انا بقول لك، يعني ما انا مش لما يكون في قرار مثلا يخص شغل مثلا او قرار مهم في حياتي، اكيد لا مش هقول، لازم يكون في عندك بعض الاشخاص اللي ممكن تكون بتثق فيهم، تقدر تبقى عارف ان الشخص ده ممكن مش شرط ان هو يبقى هيحسد او هيكون اللي عنده نيه خبيثه او بس ممكن يكون ما عندوش خلفيه كافيه مثلا عن شغلي، ما يبقاش مدرك انا ايه احسن لي او ايه مش احسن لي، انا ظروفي تسمح بيه او ما تسمحش بايه، فاهم قصدي؟ لكن اكيد مش هتوسع الدايره قوي، يعني لازم يكون في عندك شخص او اتنين ممكن تاخد رايهم، حد اكبر منك مثلا، حد عنده خبره اكتر منك مثلا في مجال الشغل. انت بقى ايه رايك؟ بص انا متفق معاكي، لكن انا فيما يخص بفكره القرارات دايما دي بمشي ورا مثل او مقوله، استفتي قلبك، وبعمل باكثر من كذا حاجه فيها. يعني اول حاجه، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فان كل ذي نعمه محسود. عدوك ابن كارك، فلو في موضوع مثلا فيما يتعلق بالشغل مش هاخد وجهة نظر حد من زمايلي في الشغل. استنى بس، ايه موضوع عدوك ابن كارك؟ لا مش انتي المقصودة. استنى بقى نشوف الموضوع ده. هفندهم لك دلوقتي. انا بقول لك الحاجات، المقولات اللي انا ماشي بيها في حياتي بشكل عام، والعين ما بتكرهش الا اللي احسن منها. بصي والله على فكره انا بكلمك بمنتهى الامانه، من خلال يعني الكام سنه اللي انا عشتهم ما بعد التخرج، وهي دي انا بحس ان هي دي الخبره الحياتيه اللي انت بتقدري اللي انت تفرزي فيها يعني الامور بقى بشكل مختلف. لا احيانا زي ما انت قلتي، انا هستعين بشخص، حد حكيم، حد ذو خبره في الامور دي، لكن مش هروح لنفس الشخص، احنا الاثنين في نفس الليفل او نفس الدرجه الوظيفيه، واقول له اسكت مش انا جالي ترقيه في الحته الفلانيه. احيانا هيبقى مبسوط بالمناسبه، يعني لو هو حد صديقي فعلا هيبقى مبسوط. لكن انا دايما يعني ابويا ربنا يديله الصحه يقول لك ايه، مفيش حد هيتمنى لك الخير الا ابوك وامك، لان هما اللي دايما بيبقوا نفسهم يشوفوك احسن منه. فاهم قصدي؟ مفيش حد من زمايلك هيبقى متمنى ان انت يشوفك ناجحه بشكل كبير جدا واحسن منه كمان، لكن الاب والام هم اكتر اتنين بيبقوا عاوزين يشوفوا اولادهم فعلا. انت مش مقتنع؟ والله يا احمد انا اتمنى لك الخير. يعني صدقني باخد قرار، بسمع بالمناسبه، بسمع وبسمع كويس جدا للناس اللي ليها خبره في الامور ده، بس ما يبقاش نفس الليفل بتاعي. احيانا بحب ان انا اسمع لناس اكبر مني في السن، علشان خبرتها طبعًا الحياتيه بتفرق ويقدروا يقيموا الامور. يعني صحيح، يعني بص هقول لك على حاجه، فكره ان انت تاخد راي
حد من صحابك، لو في زميل ليك في منزلة الصديق، صحيح، لو حد أكبر منك، لو حد عنده زي ما قلنا خلفية أو تجربة في الموضوع اللي انت عايز رأيه فيه، دي مهمة. أنا مش تبع قوي أو مش بفضل نظرية المؤامرة لأنها متعبة جدا، لأنه في وقت من الأوقات لازم يكون عندك أشخاص تثق فيهم، لأنه الحياة أو العيشة مع حواليك مشاركة. ناس مش بتثق فيها، والحياة مشاركة، احنا كلنا بنكمل بعض وكلنا بنشارك بعض وكلنا بنقول تراكم الخبرات اللي عندنا لبعض عشان نقدر نستفيد. لكن أهم حاجة زي ما انت قلتي، أسمع ما تنعكس عليا، ابتدي انا اشوف انا ايه بقى مقدرتي. لا اكيد طبعا، يعني تاني دي اهم حاجه، انت نستخير ربنا كده وان شاء الله هو بيدلنا على الطريق اللي فيه خير لينا وبيبعد عننا الشر. على اي حال ده كان رايي انا واحمد في سؤال حلقه النهارده، ومره تانية بقى كذلك اتمنى لك الخير والله يا رب. عايزين نعرف اجابات حضراتكم، قولوا لنا هل بتسمعوا اراء الناس في القرارات اللي بتاخدوها في حياتكم وليه؟ ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، مستنيين اجابات حضراتكم اللي هنستعرضها مع بعض في حلقه النهارده. صباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا. صباح الخير يا مصر.